سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم كله طاقه ايجابيه. بطبيعه الحال ان ديما خاصك تكوني متفائله، ديما يبقى عندك الامل والتفاؤل بان كل ما يحصل لك هو فيه الخير لك. بطبيعه الحال كل شيء ياتي من الله الا وفيه الخير لنا كاملين. حاولوا انكم تعيشوا الحياه ديالكم كيف ما هي، حاولوا انكم تنساو هذه الفكره هذه ديال انكم ما غاديش تنجبوا. بطبيعة الحال أن كاين بزاف ديال السيدات عندي في القناة ومن هذا المنبر كنبغي نبارك لهم الحمل ديالهم، كانوا ديما كيتواصلوا معايا وكيقولوا بأن الحلم ديالهم مستحيل وسبحان الله طلعوا حوامل. بطبيعة الحال جربوا الوصفات، تبعوا مجموعة من النصائح وكذلك حصل عندهم الحمل بسرعة بمجموعة من الوصفات اللي كنقدمها ناجحة كتكون بطبيعة الحال مجربة. فديما ما تقوليش على الحلم ديالك مستحيل، اكيد بالعزيمه والاصرار وانك ديري الاسباب ربي غادي يشوف من جهتك بطبيعه الحال وغادي يستجب لك وغادي يحقق لك الحلم ديالك وغادي تكوني ام ان شاء الله. بطبيعه الحال شجعوني بواحد اللايك باش هكا تزيد هذه القناه هذه وتوصل اكبر عدد من السيدات، لان الغايه ديالي بالاضافه الى الوصفات انني نشحن فيكم واحد طاقه ايجابيه باش تزيدوا القدام ان شاء الله وما تبقاوش يعني متقلقين ملي تنزل عندكم الدوره. هذا الامر هذا ما خاصوش يكون باش الهرمونات ديالك يبقاو في صحه جيده، وكذلك ديري بالنصائح لان فعلا النصائح قويه ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم الفيديو، قصه امل جديده معنا في هذا الفيديو، سيده في عمر الخمسين سنه حامل ما شاء الله. بطبيعه الحال الف مبروك لها، يا ربي تكمل لها الحمل ديالها وتثبتوا لها ان شاء الله، ويا ربي ترزق كل محرومه ذرية صالحة في القريب وتفرحونا جميع. وبطبيعة الحال هذه السيدة هذه جربت مجموعة من الوصفات، مجموعة من المراحل مرت بهم وحبت أنها تقاسم معكم جميع الأشياء اللي قامت بها، لربما تفيد الأخوات اللي عندي في القناة. بطبيعة الحال مشكورة على هذا المرور ديالها وأنها بغات تحكي لي القصة ديالها وتعطي مجموعة من الوصفات اللي جربتها. بطبيعة الحال مرات من مجموعة من الصعوبات في المسيرة ديال البحث عن الحمل، وحتى لقات انها جربت هذه الوصفه هذه او هذه الوصفات اللي دارت بهم يعني على مراحل. بطبيعه الحال جربت الوصفه ديال الحمل بالاضافه الى الوصفه الاولى اللي جربتها لاسترجاع الدوره الشهريه، لان هذه السيده هذه في هذا العمر ممكن انها يجيها واحد سن الياس بطبيعه الحال لانها كبيره في السن. بطبيعه الحال هذه السيده هذه بدات كتمشي عليها الدوره، يعني كتجيها كل اربعه اشهر كل خمسه اشهر كتاخر في النزول ديالها وعاد كتجيها، ولكن ديما كيبقى الامل لان بمجرد كتنزل عندك الدوره وما كتغيبش يعني ضروري ان ممكن يحصل عندك اباضه في واحد الوقت معين، واستغلي ديك الفرصه وحاولي انك تجربي فيها هذه الوصفه هذه. بطبيعه الحال هذه الوصفه هذه اللي غنذكر ديال الحمل راه غتليق لجميع السيدات اللي كينتظروا الدريه واللي متاخرات في الحمل. بالنسبه للسيدات اللي عندي في القناه في عمر متأخر يعني من 46 سنة فما فوق، هادو هما السيدات اللي ممكن أنهم يجربوا الوصفة ديال الدورة، يعني الوصفة الأولى غنعطيك وصفة أولى ووصفة ثانية باش تكون يعني الفائدة. بطبيعة الحال يعني إلا كانت الدورة ديالك كتجي على مراحل، كتجي كل ثلاثة أشهر، كتغيب وكتجي كل يعني أربعة أشهر أو خمسة أشهر، ضروري تستعملي فيها الوصفة لاسترجاع الدورة، من بعد ديري فيها الوصفة ديال الحمل. نتمنى تكون المعلومة وصلت لكم، وغادي نحاول أنني نعطيكم الوصفة مباشرة إن شاء الله باش تساعدي يعني راسك باش ديري هاد الوصفة وتنجح معاك إن شاء الله. هاد السيدة هذه كانت كتعتمد على القرنفل، يعمل القرنفل على تنشيط وتقوية المبيضين، وأيضا يعمل على تنظيف الرحم من الشوائب التي تحدث أثناء نزول الدورة. بطبيعة الحال كانت كتاخذ القرنفل لتنزيل الدورة المتأخرة، وبالفعل كانت كتنزل لها الدورة، يعني كانت كتسترجع الدورة ديالها بهاد القرنفل أو أعواد القرنفل. بطبيعة الحال هاد القرنفل راه تبتات
دراسات على انه فعلا مفيد لجميع السيدات بالمقادير المعينه اللي غنذكر لك في هذا الفيديو ان شاء الله، وكذلك الفيديوهات اللي قدمت على القرنفل بطبيعه الحال فيديوهات ناجحه اللي جربوا السيدات الفيديو ديال القرنفل بطبيعه الحال، والوصفه ديالو حققت مزيد من النجاحات، ونتمنى انتم تنجح معكم هذه الطريقه. بالنسبه لطريقه التحضير، في وعاء على نار هادئه نضيف الماء ونصف ملعقه من القرنفل، نترك هذا المزيج يغلى لمده 5 دقائق، نتركه قليلا ليبرد، نتناوله يوميا صباحا ومساء الى حين نزول الدوره الشهريه. بطبيعه الحال السيدات اللي عندهم تاخر في الدوره يحاولوا انهم يديروا واحد تحليل ديال الحمل او اختبار حمل منزلي قبل اجراء اي وصفه لتنزيل الدوره، لان هذا الامر في غايه الخطوره. حاولوا انكم ديروا الاختبار اولا، الى عرفتوا ان الدوره ديالكم تاخرت للاطمئنان بطبيعه الحال، باش الى درتيوا الوصفه تكونوا مطمئنين انكم ماشي حوامل. بطبيعه الحال قومي بالوصفه وان شاء الله تنزل عليك الدوره ولو تاخرت لعده سنوات، ممكن انها تنزل عليك بهذه الوصفه هذه ان شاء الله. هذه هي الوصفه الاولى لتنزيل الدوره الشهريه، نتمنى تكونوا فهمتيوها جيدا. الوصفه الثانيه هي الوصفه اللي جربتها للمساعده على تنشيط المبايض، يعني بمجرد نزلت عليها الدوره جربت هذه الوصفه مباشره باش تنجح معها في تنشيط البويضات، وديك البويضات المتبقيه عندها تنشطوا لها، وسبحان الله ربي المشيئه ديالو يعني فوق كل شيء، ربي رزقها وعطاها الحمل ما شاء الله يا ربي، كيف ما قلنا يتبتوا لها وترزق كل محرومه ان شاء الله. ما تفقدوش الامل، ما تفقدوش الامل، لان الامل موجود مادام انك عايشه وفي هذه الحياه هذه. حاولي انك تقربي لله، حاولي انك تصلي وتدعي وتكثري من الدعاء والاستغفار بطبيعه الحال، لان هذا الامر هذا بيد الله، ما كاينش شي حد اللي غيعطيك هذه الدريه هذه الا الله، يعني الله هو اللي غادي توجهي له اولا. وديري بهذه الوصفات وديري بالنصائح وبطبيعه الحال وانت كدعي الله، لان كثره الدعاء والالحاح في الدعاء تجلب الرزق والذريه باذن الله بطبيعه الحال. حاولوا انكم ما تنسونيش كذلك من الدعوات ديالكم بطبيعه الحال، كنعطي من القلب الخالص باش يوصل لجميع السيدات، يا ربي تفرحكم ان شاء الله. ندوزوا للوصفه الثانيه. هذه الوصفة هذه الثانية للمساعدة على تنشيط المبايض، للمساعدة على الحمل بسرعة، جربت هذه الأخت هذه وهذه السيدة هذه من بعد يعني هذا الانتظار ومدة الانتظار ويعني الحرمان لسنوات طويلة بطبيعة الحال، هذه الوصفة كانت سبب في الحمل ديالها، ويا ربي علاش لا تكون سبب في الحمل ديال الأخوات اللي معايا في القناة. الوصفة هي عبارة عن كوب من الحليب الطازج مع ملعقتين صغيرة من الحلبة، يشرب في الصباح الباكر على الريق بدءا من اليوم الثاني من الدورة لمدة 5 أيام. نكرر لكم الوصفة، كتعتمد على الحلبة، المكون الرئيسي هو الحلبة، يغلى كوب من الحليب الطازج مع ملعقتين صغيرتين من الحلبة، يشرب في الصباح الباكر على الريق بدءا من اليوم الثاني من الدورة إلى غاية اليوم الخامس لمدة يعني 5 أيام، بدءا من اليوم الثاني يعني مدة 5 أيام، يعني غتكون 7 أيام، يعني هذاك هو طول الدورة ديالك. بطبيعة الحال من بعد ما استعملت الوصفة الأولى لاسترجاع الدورة، ديري الوصفة الثانية للمساعدة على الحمل، وإن شاء الله تجيب معك النتائج ديالها المرضية كيف ما كانت بشرة خير على هذه السيدة هذه. يا ربي تكون أنتما يعني بصمة أمل، بصمة فرحة لكل السيدات من مختلف الدول اللي كيشاهدوني عبر العالم بطبيعة الحال، كنوجه لهم تحية، وحدة كل وحدة فيكم كنوجه لها تحية من القلب الخالص، وكندعي مع كل وحدة يا ربي ترزقكم وما تحرمكمش إن شاء الله من نعمة الأمومة، لأنها نعمة بطبيعة الحال من عند الله، ويعني كتعطي واحد الفرح في المنزل ديالك، يعني الأطفال كيكون يعني واحد السعادة في المنزل. يا ربي ما تحرم حتى شي أخت منكم إن شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم بطبيعة الحال، قدمته بقلبي الخالص لجميع السيدات. يا ربي ما نكونش طولت عليكم الفيديو، لأن كيجيوني تعال
التعليق انني كنطول الفيديو، سمحوا لي بزاف، ولكن ضروري انني نحط لكم الوصفه مع النصائح. ممكن انك تسرعي من سرعه الفيديو وتوصلي للوصفات وتسجليهم عندك، ولكن انا كنبغي انني نتقاسم معكم جميع الاشياء اللي كنعرف باش توصلكم ان شاء الله المعلومه كما هي ان شاء الله، وتستفدوا من جميع النصائح والمحتوى ديال هذا الفيديو.